التسميه ديالي مصمودي مولاي، انا كنسمع عليها قديمه، فايته هذه الجامع هذه فايته فاس ب 40 عام. هذا المسجد هذا قبل ما تكون شي دار فاس ب 40 سنه. هذه صحيحه، هذه كاينه. ايه والمنطقه السياحيه منطقه زعما مزيانه. انا على ملي جيت لهاد البلاد هذه، هاد البلاد السعيده، راه ملي جيت لهنايا راه ما لقيتش فيها شي صعوبات ولا شي مشاكل ولا. ها بلاد سياحيه مزيانه. فاس 40 عام ومازال هكا ومازال فيها. اي مازال كنصليو فيها، مازال كدير فيها الخطبه، فيها كل شيء بالمسائل ديالها وكل شيء. كيجيو الناس كيزوروها من البعيد، كيجيو من اي منطقه كيزوروها، كيجيو من الجزائر، جاو من سراج، وصلوا هذا المسجد هذا. انا كنحضر معاك بالمفيد، ماشي زعما بشي حاجه غير قانونيه، راه جاو الناس عندها من الدول زاروها، كيجيو عند على حسب الاقدميه اللي عندها، على حسب المسائل اللي فيها. جاو الناس كيزوروها وكيجيو كيزوروها كيزوروها ويمشيو بحالهم، بحالكم دابا، بحال اللي جيتو دابا، كيجيو حتى الناس كيسولوا عليه. الرومان اللي كانوا في هذه البلاد هذه، دابا تلقى هذه البلاد هذه عندها سمعه من الاول ديالها، عندها سمعه هي. قلت لك من السبعه ديال المدن، فهمتي؟ على ما كنسمعوا من الناس الكبار، قال لك هي تغرط من السبعه ديال المدن، كاينه تغرط هنا، كاينه في سوس. وإن هذه قديمه، هذه في الجامعه تقدر تهز 400 ديال بنادم. زوينه بالماء، فيها الماء، فيها العيون، فيها الماء الطبيعي صحي، وفيها الطبيعه، فيها الجو مزيان، وفيها كيكون فيها هذا الشيء ديال المقاوله ديال الازير، المقاوله ديال الازير، وعندك الغابه مزيانه، وكل شيء محتفظين على صحاب موالين هذه البلاد، كيحتفظوا على الغابه، فهمتي؟ دابا الغابه ديالهم مازال مزيانه، هانتوما كتشوفوها، ما فيهاش تخراب ولا، فهمتيني؟ ما كاينش، ها انت كتشوفها البلاد زوينه كما كانت، لان كيحتفظوا على الطبيعه، فهمتي؟ لان الطبيعه زوينه، فيها الطبيعه زوينه، وكيزيدوا كيغرسوا هنا، كيغرسوا بغابات، وراه دايرين السياج، راه الغابه محفظه. والله ينصر محمد السادس، والله ينصر محمد السادس. مرحبا بهم لتغرط، مرحبا بهم اللي في قنت، مرحبا به لتغرط تزور السياحه ويشوف الطبيعه ويعجبو الحال بزاف. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.